مرحبا متابعين الكرام، نكمل اليوم كلامنا عن منظومات الطاقة الشمسية في العراق. خلونا نسولف عن الألواح الشمسية والتحديات المرتبطة بها. لعل العوامل الخارجية المتمثلة بدرجات الحرارة الشديدة تعتبر العدو الأول لكفاءة خلايا ألواح منظومات الطاقة الشمسية، علاوة على الهبوط الطبيعي بكفاءة الخلايا خلال فصل الصيف. ولهذا لازم خلايا الألواح الشمسية تكون مصممة بأفضل صورة قادرة على المحافظة على الكفاءة تحت أقصى الظروف. أما بطريقة التصميم أو بحجم الخلايا أو بعدد الألواح، بفاربر عملنا بحوث على مدار 6 سنوات عن الألواح الشمسية على مختلف المناشئ العالمية بالوقت اللي تعمل بهاي الألواح بشكل طبيعي، إلا أنه أكو نقاط لفتت نظرنا بها. لهذا صممنا وبنينا ألواح فاربر الشمسية بما يتلائم تماما مع طقس العراق وظروفه الجوية، سواء من ناحية الخلايا أو الألواح.